نقول الآن أن الشعب الأمريكي يضلل من خلال وسائل الإعلام، فماذا عن أعضاء الكونغرس؟ إن أعضاء الكونغرس يعانون من محنة أسوأ من الشعب الأمريكي. فاليوم لا يوجد هناك شخص في مجلس الكونغرس أو في مجلس الشيوخ الذي يرفع صوته منتقدا لإسرائيل لما تقوم به من هجوم شديد على الفلسطينيين العزل، ولا حتى واحدا منهم. في زمننا كان هناك كثيرين مستعدون للكلام، والآن لا يوجد ولا واحد. تشارلز بيرسي فقد مقعده في البرلمان لأنه دعم تزوير دولة عربية بالسلاح. وديك نيكروسكي أيضا كان منتقدا لإسرائيل، كان من ولاية كاليفورنيا ورشح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ، ولكن لا يوجد شك بأن المعارضة التي تصدت له والتي نظمها اللوبي المؤيد لإسرائيل كلفه خسارة مقعده. ويبدو أنه لم يعد هناك أحد مستعد لأن ويجرؤ على الكلام في هذا الموضوع، ولكن الموجودين في العاصمة الأمريكية ليسوا ممثلين للشعب لأنهم متحدين على تأييد إسرائيل على طول الخط. ودعوني أعطيكم مثلا، عندما بدأ شارون حملته العسكرية العنيفة ضد الفلسطينيين قبل بضعة أشهر، اللوبي المؤيد لإسرائيل استطاع الحصول على أصوات 93 من أعضاء مجلس الشيوخ المئة وشيء بأن وقعوا على عريضة تأييد التي تدعوه أن لا يتراجع عن حملته العسكرية هذه. ويعني هذا أنه 93% من مجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا لا يمثل الرأي العام الأمريكي، ولكنه يمثل مدى نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل في عاصمة صنع القرار الأمريكي. إن البعض يسمي العاصمة الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي أرضا محتلة من قبل إسرائيل، وما نحن بحاجة ماسة إليه الآن هو عمل يقوم به أبناء الجالية العربية من أصل أمريكي بأن ينظموا نشاطهم السياسي منتهزين الفرص المتاحة للجميع بأن ينتخبوا أناسا أقوياء وقادرين على أن يمثلوا من السياسات ما هو لصالح أمريكا.